سريعا هنروح مع حضراتكم للوادي الجديد مع زميلنا احمد الافيوني ولقاء مع سياده المحافظ اللواء محمد الزملوط حول احتفالات العيد القومي للمحافظه وكمان اهم الفعاليات اللي هتكون موجوده في المحافظه. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير محمد، تحياتي لحضرتك ولمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت من عاصمة النخيل والتمور محافظة الوادي الجديد، واحدة من أهم وأكبر محافظات مصر على الإطلاق. هذه المحافظة التي تمثل 44% من مساحة مصر بالكامل، أيضا محافظة الوادي الجديد اليوم بتشهد انطلاق الملتقى التسويقي المصري للتمور. هذا الملتقى الذي يأتي تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي 63. لكن للمزيد من التفاصيل محمد، دعني أستقبل معك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. سيادة المحافظ، بداية برحب بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير مناسبة العيد القومي 63 للمحافظة. كل عام وحضرتك بخير، والقناة الأولى كلها بخير، والتلفزيون المصري والمذيعين المحترمين اللي بيشرفونا في الوادي الجديد ودايما متواجدين معانا في كل حدث بينقلوه للعالم ولأهلنا في مصر كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدايه اليوم ده بيعتبر بالنسبه لنا دي اعياد اكتوبر، بنهني فيها رجال القوات المسلحه برضو باعياد النصر وذكرى العظيمه. فاحنا من حسن الطالع ان الوادي الجديد العيد القومي في 13 برضو في يعتبر في احتفالات اكتوبر. سيادة المحافظ، يمكن حضرتك يعني بتشهد محافظة الوادي الجديد خلال هذا الاحتفال عدد من الاحتفاليات، يعني لو تحدثني عن أبرز الاحتفاليات ومظاهر الاحتفال بالعيد القومي هذا العام والذي يواكب العيد 63 لاحتفالات المحافظة على إنشاء هذه محافظة، محافظة الوادي الجديد. هو قبل ما في الاحتفالات دي يعني مش احتفالات بس، يعني نعمل اقواس نصر واحتفالات، لا الاحتفالات فعلا على ارض الواقع. يعني احنا نقول اللي تم على ارض الوادي الجديد يعني خلال الفتره القصيره الماضيه من 2014 حتى الان، يعني لك مثال ان تتخيل مثلا الاتصالات ما كانش في اصلا في الوادي الجديد اتصالات الا في المدن فقط لا غير، يعني كل الطرق ما فيهاش اتصالات. الحاجه الثانيه بنيجي مثلا كل طرق من اول الواحات لغايه الفراف لغايه العويلات بتكلف حوالي 200-250 مليون جنيه تم تغطيه الاتصالات دي. اول حاجه ده جذب الاستثمار. طب الطرق، احنا الطرق برضو كانت طرق بسيطه جدا 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 خالص. الحمد لله احنا دلوقتي نسبه الطرق عندنا لا يقل عن 3500 ل 4000 كيلو متر طرق جديده، زي مثلا على طريق العوينات الداخله الفرافره الواحات، ده الطريق ده بيمثل مثلا حوالي 1600 كيلو حتى ميدان حتى في 6 اكتوبر. يعني نيجي بعد كده على الكهرباء، كان الكهرباء لو قطعت في الوادي الجديد في مره خلاص الوادي الجديد ده كله معتمد على الكهرباء، سواء زراعه سواء مساكن سواء، ودرجه الحراره هنا ممكن تقعد مثلا في 2012 2000 حاجه اتقطعت مره في عواصف، اتعمل خط كهرباء مش اقل من 1.5 ل 2 مليار جنيه ومحطات كهرباء، ولسه في الخطه الجديده غير التوسعه اللي محصوره في العوينات. فانا بقول لك هو الاحتفال بيبقى احتفال بانجازات، يعني احتفال اما كلنا في عيد قومي وعيد قومي، لو العيد القومي ما كانش يواكبه انجازات فاحنا بنحتفل بما تم على، ولسه احنا عندنا اول مجمع حكومي ان شاء الله اتمنى تشوفوه، يعني اول مجمع حكومي اتعمل في مصر يعني بيرتبط بالحي الحكومي في العاصمه الاداريه، ده بيجمع كل المديريات والمصالح، كان سياده الرئيس امر بيه. الكلام ده كان كله وليد لقاء السيد الرئيس مع ابناء محافظه الوادي الجديد في 12/1/2019، وعرضنا كل مشاكل الوادي الجديد سواء طرق سواء اتصالات سواء سواء سواء، والحمد لله كلها تم تنفيذها. صدر حوالي 27 قرار رئاسي من سيادته وتم تنفيذها بنسبه 100% بالتعاون مع السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والساده الوزراء. الاحتفال بقى احنا الفعاليات بتاعتنا الحمد لله، يعني فاحنا كل سنه مصر عشان احنا في مهرجان تمور تعتبر من اول دول العالم في انتاج التمور، لكن احنا لسه ما خدناش مكاننا في التصدير في السوق العالمي، يعني في التصدير بقى المركز بتاعنا لسه غير متقدم يعني. فكان توجيهات سياده الرئيس من 3 سنين ان احنا نهتم ونزرع ونعرض اصناف جديده في الوادي الجديد، ففي سيادته اطلق مبادره ان احنا نصل، احنا كان عندنا 2.5 مليون نخله، نصل الى 5 مليون نخله من اجود انواع النخيل اللي تنجح في الوادي الجديد. والحمد لله احنا كل الاصناف الجيده والمحترمه وذات الجوده العاليه اللي هي المحاصيل التصديريه تعتبر يعني نجحت في الوادي الجديد. يعني في كان معانا مستثمرين عرب جابوا الفسائل دي من عندهم دول الخليج، والحمد لله كل الانواع
نجحت في الوادي، فبدات الناس تبدا، بس الانتاج بتاعها ايه؟ يمكن السنه دي اول انتاج في ان شاء الله سنه سنتين ثلاثه هنكون وصلنا الانتاج وفير. فاحنا قلنا نعمل ملتقى للتمور ده تحت رعايه سياده الرئيس، والسنه اللي فاتت عرضت الموضوع على سيادته، وسيادته وجه انه يتم عمل ملتقى تمور سنوي تحت رعايه سيادته، ونشترك فيه كل، احنا الموضوع مش تمور فقط، صناعه التمور ديت مرتبطه بكل حاجه، بالالات الزراعيه، مرتبطه بمخلفات النخيل، مرتبطه بالاسمده، مرتبطه بالعلم، يعني احنا معانا مثلا جامعه هنا، معانا مركز بحوث الصحراء، معانا وزاره الزراعه، معانا وزاره الصناعه، معانا حتى كمان وزاره التضامن، يعني في ناس بتستفيد من النخيل دي، اسر منتجه مثلا، يعني فالموضوع مش تمر، يعني الناس بيقول لك مهرجان، هو مهرجان تمور بس كل الات مثلا مسوسه النخيل، في دكاتره وشركات محترمه سواء من كلها من مصر، وفيها الناس بتكون ليهم تعاقدات مع شركات اجنبيه بيجوا يجيبوا لنا حلول للمشاكل اللي بتواجه الفلاح. فبنعمل متخصصات عملناه بفضل الله سبحانه وتعالى، كان عندنا اكثر من 120 130 السنه دي نفس الرقم، يعني زي ما حضرتك شايف المعرض الحمد لله، يعني احنا يمكن اضفنا اماكن جديده عشان في اكثر، وفي ناس يمكن موجوده احنا قللنا المساحات عشان نكفي كل لكن الهدف ليس التمور فقط، لان التمور ده هو اخر حاجه منتج فيه، لكن في على الـ على الـ على الـ على هامش النخيل في اكتر من 20 30 صناعه او خدمه لصالح التمور. فاحنا عملنا هذا الملتقى السنه اللي فاتت الحمد لله بحضور الساده الوزراء، والسنه دي ان شاء الله هيشرفونا النهارده الساده الوزراء على اطاره، احنا فكرنا بقى نسجل التمور دي في موسوعه جينز، فالحمد لله اتفقنا واتعملنا اتفاقيه مع الموسوعه برعايه احد الشركات عندنا موجوده عندنا في الوادي من ابناء الوادي برضو، وعملناها المحافظه مع شركه التمور الموجوده في الوادي، بحيث ان احنا نسجل برضو التمور، نعمل اطول سلسله تمور في العالم، هم كان الريكورد المسجل مسجلها دوله شيلي على ما اعتقد حوالي 25,000 او ثمره، يعني احنا الحمد لله ان شاء الله هنحطم هذا الرقم ان شاء الله خلال فعاليات، وبنجهز وان شاء الله التحكيم هيجي لنا من الموسوعه خلال النهارده او بكره، وهن ان شاء الله هنعلنه باذن الله بعد ما يشوفوا. حضرتك أشرت إلى مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استصلاح 1.5 مليون فدان، وممكن محافظة الوادي الجديد واحدة من هذه المحافظات التي استفادت من هذه المبادرة بمساحات كبيرة لاستصلاح هذه الأفدنة لزراعة العديد من المنتجات الزراعية. ماذا عن محافظة الوادي الجديد في هذه المبادرة؟ اللي برضو في 2016 سيادة الرئيس في مدينة الفرافرة أعلن مبادرة 1.5 مليون فدان، سيادته لما أعلنها كان نصيب الوادي الجديد منها 400,000 فدان، الحمد لله مع التعاون مع شركة الريف المصري تعتبر نسبة التنفيذ فيها لا تقل عن مثلا يعني سواء تخصيص أو بيع أو إيجار بحق الانتفاع أكثر من 70 إلى 80%. بعدين لما احنا جينا بالإضافة لده بقى في المحافظة الصندوق بتعاون مع وزارة الزراعة، احنا مجارين أكثر من 400 450 ألف فدان، ونسبة الزراعة فيه، لأن الزراعة عندنا إيه؟ يعني ممكن تخص الأرض النهارده، بس الآبار بتاخد وقت في الحفر، لان احنا في ابار عميقه عندنا ممكن تصل الى 800 متر و700 و750 و600، فالمستثمر البير بيكفي من 150 ل 200 فدان، فلما ياخد 1000 فدان عايز خمس ابار بياخد وقت، فاحنا نسبه التنفيذ فيها الحمد لله اكتر من 60 ل 70%، واحنا متابعين معاهم، الجاد بيستمر معانا والغير جاد، وبندخل زراعات جديده. حضرتك اتكلمت في الزراعه، يعني احنا مثلا بندخل نباتات الطبيعه العطريه، ما كانش بنزرع في الوادي الجديد، احنا الحمد لله وصلنا لغايه اكتر من 10,000 فدان، يمكن اخر توجيه لسياده الرئيس ان احنا نوطن صناعه النباتات الطبيعيه العطريه وذات القيمه العاليه للفلاح والقيمه التصديريه، فالحمد لله احنا جولنا مستثمرين كبار جدا، ويمكن وصلنا السنه دي ان شاء الله هنتخطى ال 10,000 فدان، ده مرحله اولى، احنا مستهدفين ان شاء الله في احد المستثمرين والشركات الكبرى بتخطط معانا انها تعمل زراعه تعاقديه وفي نفس الوقت تعمل مصنع نباتات طبيعيه عطريه، مثلا الزيوت، القمح، احنا السنه اللي فاتت الحمد لله رب العالمين اقتربنا من المليون طن بالتعاون مع جهاز الخدمه الوطنيه المحافظه، ولان في اراضي في العوينات جهاز الخدمه الوطنيه واللي هي شمال توشكا برضو في ارض الوادي الجديد، فاحنا اقتربنا بالتعاون مع الخدمه الوطنيه من وصول لمليون طن قمح. طب اهل الوادي بيستهلكوا من القمح ده قد ايه؟ 35,000 طن فقط لل 40,000 طن، والباقي كله بيتورد في الصوامع، عندنا برضو مشروع الصوامع، عندنا الحمد لله صومعه حوالي 60,000 طن في الفرافرة في العوينات، وعندنا صومعة في الخارجة 45,000 طن، وإن شاء الله مخطط هيتعمل صومعتين يستوعبوا أكثر من 150,000 طن إن شاء الله خلال الخطة القادمة لإنشاء الصومعة. فأنا بقول لك إحنا في كل المجالات، يعني الزراعة، لو اتكلمت في الثقافة، لو اتكلمت في السياحة حتى كمان، إحنا عندنا أقوى سياحة مثلا السياحة البيئية،
وسياحة السفاري والسياحة العلاجية، كل ده متوفر في وادي الجديد الحمد لله. واحنا بقى لنا فترة، يمكن احنا في فنادق بيئة عندنا دلوقتي الحمد لله حجوزاتها من شهر 11 لغاية شهر 4، لأن الفندق صغير 25 ل 30 فرد بس، فكل الفنادق عندنا أكتر من 20 30 فندق بهذا الوضع، فدايما بثلاث أربع أيام رحلات مثلا في، وإن شاء الله بإذن الله يعني، ففي انطلاقة للسياحة كمان في الشتاء بتبقى أكتر من الصيف لأن درجة الحرارة بتبقى عالية، في الشتاء بيبقى مشتى طبيعي إن شاء الله. فبندعو كل إخواننا المصريين يجوا يزوروا الوادي الجديد ويشرفونا، وأنتوا صوتنا وأنتوا اللي هتوصلوا الصورة الحقيقية للوادي الجديد في كل المجالات. حضرتك أشرت إلى تنشيط السياحة والحركة السياحية هنا على أرض محافظة الوادي الجديد، ربما يعني غدا ستستضيف المحافظة مهرجان الهجن الدولي، وهذا المهرجان بمشاركة عدد كبير من الدول العربية المختلفة، يعني حدثني عن هذا المهرجان وكيف سيسهم هذا المهرجان في تنشيط الحركة السياحية وعودة إعادة وضع محافظة الوادي الجديد مرة أخرى على خريطة السياحة العالمية. أنا بشكرك حسام. شوف أنا بقول لك إيه، اشوف احنا بنتكلم في التمور وفي ملتقى تمور، بس انا بقول لك الموضوع واحتفاليه عيد قومي و13 وذكرى واحتفالات اكتوبر، لكن فعلا احنا في كل مجال في انجاز. الشباب والرياضه على سبيل المثال، احنا كان عندنا لجنه هنا امبارح من الشباب وزاره الشباب والرياضه، وكان بيتفاهم مع الدكتور اشرف صبحي ان احنا خلال السنه دي ان شاء الله هيتم تنفيذ يعني اول مدينه شبابيه اللي هي في السياحه العلاجيه والسياحه الصحراويه، فندق بيه هتعمله وزاره الشباب والرياضه. عندنا مدينه شبابيه تم تخصيص حوالي 25 فدان في مدينه الدخله، ويتم انشاء مدينه شبابيه ان شاء الله خلال يعني نتمنى سنه 18 شهر بالكثير تكون فعلا رائده وفعلا اعتمادتها والتخطيط. وكان الاستشاري امبارح كان موجود عندنا بهدف الرياضه. مراكز الشباب عندنا احنا مثلا عندنا اكثر من 175 قريه وتابع، مش عايز اقول لحضرتك مثلا اكثر من 80% من القرى فيها ملاعب، سواء مراكز الشباب سواء ملاعب خماسي او ملاعب كبيره او حاجه نشاط. احنا في مسابقه يعني ممكن عندنا مركز الشباب الخارجه ان شاء الله داخل النهائي على مستوى الجمهوريه عشان الكاس احسن مركز شباب على مستوى بطوله الدوري اللي هي مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه. تصفيات يعني شوف لما احنا مركز شباب خارجه وعدد السكان قليل والحمد لله بننافس على المركز الاول ان شاء الله في المباراه النهائيه اللي هتحددها وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله خلال احتفالات اكتوبر. نتكلم في حمامات السباحه، يعني اقول لحضرتك ما كانش في حاجه اسمها حمام سباحه، الحمد لله بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه دلوقتي ما فيش مدينه، يمكن اخر مدينه مدينه الفرافره ان شاء الله مخطط لها في السنه دي هنعمل فيها حمام سباحه برضه بيبقى مدينه الخارجه بثلاث اربع خمس حمامات سباحه وهكذا. يعني انا بقول لك كل المجالات الحمد لله بفضل الله بالتعاون مع السادة الوزراء الحمد لله مطالب. ده بقول لحضرتك دي ايه، احساس اهتمام الدوله، يعني الدوله الناس بتقول لك ايه القاهره والجيزه والاسكندريه والمنصوره، لا الدوله بتهتم بالمحافظات الحدوديه اهتمام عالي جدا 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 بمقارنه بعدد السكان. يعني لو الناس قالت عدد السكان احنا ممكن يبقى في مركز في او قريه في الشرقيه او في الغربيه او في الدقهليه تبقى اكبر من عدد السكان عندنا ما وصلش 300,000، ففي قرى هناك فيها اكتر من الرقم، لكن الحمد لله الدوله لو حشيت الخطه والانفاق اللي تم في الدوله هنا هتلاقي احنا. يمكن انا لسه عامل احصائيه كنت في عرض في مجلس الوزراء من فتره قريبه، اكتر عدينا لاكثر من 45 مليار جنيه بنيه اساسيه منفقه في الوادي الجديد. يعني طريق مثلا بقول لحضرتك اللي طريقنا من حدودنا مع اسوان لغايه القاهره ده 1600 كيلو، ده تكلفته تفوق ال 25 مليار، وده من سنتين لو باسعار دلوقتي فالحمد لله الموضوع رياضه. يعني اي حضرتك مجال تتكلم فيه هتلاقي بفضل الله الوادي الجديد. المطارات مثلا بالتنسيق احنا مع وزاره الطيران المدني، الرحلات ما انت عشان تجيب سياحه محتاج طيران ومحتاج مواصلات، محتاج في شركات سياحيه، وزاره النقل يمكن اكثر من خمس او ثمان شركات خاصه اللي هي الاتوبيسات المكيفه المحترمه دي بتشتغل رحلات بالاضافه لشركه اللي هي الشركه الوطنيه شركه الصعيد. المطارات الحمد لله احنا مطار في العوينات كفاءه 100% بيتنظم له رحلات لو في اي طرق راح حد عايز يروح لحد هناك. مطار الخارجه شغال الحمد لله اسبوعيا عندنا رحلتين لثلاثه، يعني النهارده احنا مثلا في يمكن طيارتين او ثلاثه جايين لنا النهارده او بكره نفس الكلام. ان شاء الله مصر للطيران باذن الله عملنا فيه رحلات معاها، وان شاء الله في فتره الشتاء ان شاء الله ننظم رحله برضه. فادي ده جذب في سائح يحب يجيب طيران وفي حد سائح يجيب. الطرق عندنا يعني مرفوع كفاءتها بنسبه مثلا او لحضرتك 80% يمكن فضل عندنا طريقين ثلاثه دول ما هماش عليهم حركه سياحه زي مثلا باريس العوينات، لان في بديل ليه العوينات الداخله للفرافره، لان كل بيجي لنا اسيوط بنعمل فيه طريق جديد. الطرق مثلا لسه في طريق جديد بيتعمل سوهاج الخارجه، ده برضه هيقرب المسافه مسوي. يعني كل المحافظات اللي مطروح انا لينا طريق عين داله مرحله اولى اتعمل فيه 100 كيلو، يعني انا مش عايز اقول لك في كل مجال
الصحه. احنا بيتعمل عندنا يمكن احدث مستشفى في مدينه الداخله، وعندنا هنا مستشفى في الخارجه، والجامعه عندنا كليه الطب وكليه الصيدله بالاضافه يعني جامعه جديده. فانا كل بقى التعليم بفضل الله سبحانه وتعالى. عندنا مدارس يابانيه، يعني في مدارس يابانيه هنا نسبه الكثافه فيها تحور 100%، بيقدموا طلبه. ازاي فتحنا يعني الناس كان متوقع يقول لك فصل واحد ومش هيكفي، وكان خطوه قدام وخطوه ورا بنتفق مع وزاره التربيه والتعليم. الحمد لله يمكن اول ما فتح المدارس اليابانيه يمكن المدرسه مش هقول لك بدل فصل واحد يعني تخطط يتعمل اثنين، وهيتعمل مدرسه ثانيه. بنعمل خطط مدرسه يابانيه في الداخله برضو ان شاء الله. مع بالتنسيق مع وزاره الاتصالات هنفتتح خلال اليومين الجايين دول مدرسه تكنولوجيه. فكل الكلام ده ما بيتمش الا في خمس ست محافظات، يعني مدرسه تكنولوجيه مش موجوده الا في خمس ست محافظات. فانا بقول لك يعني الدوله دايما يمكن توجيهات السيد الرئيس دايما المحافظات الحدوديه لازم ليها الاولويه في كل حاجه اللي بيتم في حياه كريمه. يعني ده موضوع لوحده. مدينه الفرافره عندنا عدد السكان 20 ل 25000، دخلنا في المرحله الاولى الحمد لله ونسبه التنفيذ بتاعتنا 90% فاضل بس محطات الصرف الصحي. ولا هتلاقي ملاعب، يعني اتمنى تكون مره تعملوا زياره لمدينه الفرافره. المرحله الثانيه داخلين اثنين مركز، يعني احنا بالتوازي مع المراكز الكبيره. يعني مدينه الفرافره كان احنا بنمثل المحافظات الحدوديه، فاول محافظه حدوديه تخص فيها مركز في حياه كريمه، وتم التنفيذ فيه رفع كفاءه الكل للخدمات الاساسيه. يعني فاضل اي حاجه تسال فيها هتلاقي فيها انجازات الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وده بالتعاون مع الساده الوزراء واهل الوادي الجديد المحترمين. سيادة المحافظ، يمكن محافظه الوادي الجديد يعني بفضل هذه المحافظه مصر تحتل المركز الاول عالميا في انتاج التمور، وهناك ايضا بورصه للتمور في محافظه الوادي الجديد. يعني كيف يتم استثمار هذا الشان في يعني تصدير اكبر عدد ممكن من التمور الى جميع دول العالم، ودور المحافظه في تنميه هذا الاستثمار في هذا المجال؟ الملتقى ده هدفه ده. الملتقى ده زي ما حضرتك شفت هتلاقي شركات من كل احنا في ناس عندنا حتى من دول الخليج هنا موجودين معانا. يمكن احنا يمكن مش عايز اقول لك امبارح في يمكن تعاقدات تمت، يعني الناس في اول يوم كان امبارح في المعرض، فبيبقى التمور عندنا انتاجه بيبقى في شهر اخر 9 او 10. من دلوقتي في تعاقدات، يمكن احنا اول مره نسبه الاسعار حتى بيبان لك القيمه التصديريه والتسويقيه ان في تصدير كتير، ان كانت الاسعار مثلا يعني زادت اكتر من 30% عن السنه اللي فاتت، وفي طلب على التمور. والحمد لله يعني المزارع والفلاح مرضي والمصدر مرضي، يعني هم لان الاثنين في عرض وطلب، فده سعيد بالسعر والتاني برضه سعيد بالسعر. فالحمد لله ده هيؤدي ان شاء الله الى يعني طفره في التصدير، لان احنا فعلا احنا بننتج حوالي من 170 ل 200 الف طن سنويا. الحمد لله احنا استهلاكنا المحلي فيهم لا يتعدى 2% مثلا 5%، لكن الباقي كله في سوق داخلي وفي تصدير يمكن اكتر من 30% من المنتج بتاعنا الحمد لله بيتصدر لدول خارجيه. احنا الهدف الملتقى بقى ايه؟ ان احنا نطور صناعه التمور عشان ناخد مكانتنا في السوق العالمي. اللي انا بقول لحضرتك احنا اول دوله في الانتاج، بس احنا مش واخدين مركز متقدم في التصدير. لكن السنه دي الحمد لله بفضل الملتقى اللي بيتم، وفي برضه احنا بنعمل ملتقيات تانية في مثلا اللي هي المحافظات المنتجه للتمور زي محافظه مرسى مطروح، في سيوه بيتعمل مهرجان، في اسوان بيتعمل مهرجان ان شاء الله احتمال حتى في الايام الجايه. فده بنعمل تسويق بيقول لنا بقى اللي هم المستوردين والمصنعين، انا بشوف مصنع جنبي بيغلف كويس، انا بشوف مصنع بيعمل صناعه كويس، انت هتشوف هنا عندنا يعني لو من 3 سنين سجلت وجبت الفيلم هتلاقي الصناعه اتغيرت خالص جدا، التغليف، التعبئه، التسويق، الحاجات دي، الحاجات اللي احنا بنشوفها في سبب ان الدول دي بتاخد مكان عالي، والاصناف ان شاء الله الجيده هتبقى موجوده عندنا باذن الله خلال سنتين بدرة سياده الرئيس. يمكن حتى الخدمه الوطنيه بتعمل 5 مليون نخله على التوازي مع المواطنين، يعني احنا المواطنين بيعملوا 5 مليون نخله، وان شاء الله الخدمه الوطنيه هتصل الى 5 مليون نخله في منطقه توشكو ومنطقه العوينات والمنطقه دي، واجود انواع. يمكن كان سياده الرئيس من في حصاد القمح كان موجود هناك بمر سيادته على المزرعه، والانتاج بدا، فبدام في جوده في صنف كويس وفي صناعة كويسة، المعارض والملتقيات دي هي اللي بتعمل حتى احنا عندنا هنا مثلا معارض مثلا تعبئة وتغليف، شركات بتيجي هنا عشان مصنع محتاج حاجة يساعده. في عندنا مثلا تسويق، في ناس بتدخلوا في التسويق، يعني احنا عندنا في شباب هنا عاملين عندنا مثلا ايه موضوع تسويق الكتروني فاتحين هنا للناس. شوف ده بيدي يعني زخم كبير جدا جدا ويخدم على
تصدير التمور، لان هدفنا احنا التصدير. الاستهلاك المحلي عندنا يعني مش ماهوش بنسبه يعني مش ده الهدف بتاعنا، قبل ندي استهلاك محلي، لكن احنا هدفنا التصدير ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا محمد، كان هذا هو لقاؤنا مع سياده اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حول اهم الانجازات التي شهدتها محافظه الوادي الجديد خلال الفتره الماضيه، وايضا تزامنا مع الاحتفال 63 للمحافظه بعيدها القومي. وعوده اليك مره اخرى محمد في الاستوديو. كل الشكر ليك طبعا يا احمد، بنشكرك شكرا جزيلا، وكمان شكرا موصول لسياده المحافظ اللواء محمد زملوط. وكل سنه طبعا سياده المحافظ بالف خير، واهل الوادي الجديد كلهم طيبين وبالف خير.